ليا، كنا عم نحكي انه اليوم عن جد اهمية تضافر الجهود والتكافل بين كل الناس لحتى يعملوا الاشياء الايجابية بالحياة الاجتماعية، حتى على القليلة بس تكون الحياة كريمة عن جد ومريحة شوي. واليوم وعلى كافة طبعا الجهات مو بس المعيشية، من هي المسؤولية تجاه أبناء سوريا بالإسهام بشكل من أشكال التكافل والتعاون والعطاء الإنساني. أطلقت هيئة الإشراف على التأمين وبمشاركة باقة من الأيادي البيضاء مبادرة بعنوان همك همنا صحتك بتهمنا، اللي عم تقوم عليها تقديم بطاقات تأمين صحي للأطفال من أجل حياة سليمة. للحديث أكثر عن هي المبادرة معنا السيدة نسرين منصور. يسعد صباحك وأهلا وسهلا فيك. صباح الخير. هلا وسهلا نسرين، يسعد صباحي. صباح مبادرة حلوة، مبادرة غريبة وجديدة. عم نشوف بالفترة الماضية كتير في مبادرات، ولكن هاي المبادرة مميزة. خلينا نحكي تمام عن الفكرة، كيف بلشت وكيف بلشتوا هيك تطرحوا الفكرة وتبادروا بالتنفيذ؟ تمام. هلا الفكرة أول شيء انطلقت من شعورنا بالمسؤولية تجاه عدد كتير كبير من الأطفال الأيتام يلي للأسف خلال سنوات الحرب زاد عددهم بشكل كتير كبير، وصلنا فعلا لرقم مهول، 30,000 طفل يتيم ضمن فقط محافظة دمشق وريفة. هدول المسجلين ضمن الجمعيات الخيرية، وهدول الأطفال أغلبهم بيعيشوا ظروف حياة فعلا هي حياة صعبة، خصوصا بظل هالارتفاع الهائل بالأسعار ومن ضمنها أكيد تكاليف الطبابة والاستشفاء. هلأ كل شخص فينا مسؤول، كل حدا مسؤوليته حسب مكانه حسب استطاعته وقدرته، فنحن بحكم تواجدنا ضمن قطاع التأمين قدرنا أنه نحن نختي بهي الخطوة. طبعا هي بديت بفكرة تم طرحها من أحد موظفي هيئة الإشراف على التأمين، لقيت الفكرة القبول والدعم الكامل من إدارة الهيئة ممثلة بالمدير العام وبسيد وزير المالية اللي هو رئيس مجلس إدارة الهيئة، وعلى هالأساس هذا تشكل فريق عمل مصغر ضمن الهيئة وبلش يأسس لهي المبادرة. يعني اليوم هي المبادرة في جهود يمكن كتير كبيرة فيها، وفي أكثر من طرف مشارك فيها. خلينا نحكي عن الأطراف يلي شاركت فيها. تمام. هلأ لحتى تتأسس المبادرة هي وتتحول من مجرد فكرة لواقع كان يفترض ننسق مع عدة أطراف. هلأ بالبداية كان التنسيق مع جمعية الرعاية الاجتماعية التميز بكفالة اليتيم. اخترنا هي الجمعية لأن هي الجمعية الأم لكل جمعيات الأيتام ضمن دمشق وريفة، مسجل فيها 24,000 طفل يتيم من أصل 30,000 طفل. فبالتالي هي الجمعية الأكبر، إضافة إلى أنه بتتقاطع عندها أو هي تمتلك قاعدة بيانات لكل الأطفال الأيتام ضمن محافظة دمشق وريفة. فهي كانت الخطوة الأولى أنه نحن بدنا ناخذ داتا، بدنا يعني يكونوا الأطفال مسجلين بمكان، ناخذ منهم يكون عندهم سجلات صحية، يكون عندهم معلومات كاملة. فكان التنسيق مع هي الجمعية. الخطوة اللاحقة انتقلنا لأنه نحن لازم نصمم ونأسس عقد تأمين صحي يكون أفضل تغطيات ممكنة بأقل سعر ممكن. وهون المؤسسة العامة السورية للتأمين مشكورة قدمت لنا هذا العرض. فعلا هو عقد يعتبر غير ربحي، يعني دوبه بيحقق له تكاليف الأساسية لعقد التأمين الصحي، انه بطاقة التأمين تكلفتها فقط 12,000 ليرة وبتغطي الطفل لمدة سنة كاملة بتغطيات برأينا هي اكيد تغطيات ممتازة، هلا رح نحكي عنها لاحقا. تماما. لسه كمان في الجهة في طرف كمان شارك معنا بهي المبادرة يلي هي شركة إدارة النفقات الطبية شركة جلوب ميد، كمان تنازلت عن أرباحها وأتعابها من هذا العقد لصالح المبادرة. فبالتالي كل الأطراف المساهمين بهي المبادرة هنن ما كان عندهم أبدا هدف ربحي من مشاركتهم فيها، وبالعكس يعني هي فعلا مبادرة إنسانية بالمعنى الكامل لهي الكلمة. نعم، يعني تشبيك حلو، ما في أحلى من التشبيك بين الجهات يلي قادرة أنه هي أكيد تحقق الأمان بالتأمين الصحي. ولكن نسرين خلينا نحكي، التأمين الصحي بيشمل كل الأمراض ولا في أمراض محددة ولا في ظروف محددة وأطفال محددين؟ تمام. هلأ طبيعي مثل أي عقد تأمين صحي في استثناءات، في أمراض ما بيشمل التأمين الصحي، فهذا العقد نفس الشيء. يعني في بعض الأمراض مثل نقص المناعة مثلا، مرض الإيدز، مثل التهاب الكبد الفيروسي، التلاسيميا، يعني في أنواع أمراض هي طبعا بتكون مذكورة بشروط العقد، وبأي عقد تأمين صحي هي بتكون مستثنات. العمليات الجراحية مثلا التجميلية، طبعا العمليات الجراحية لهدفها تجميلي هي أكيد مستثنات. الأمراض النفسية والعقلية كمان مستثنات. ففي استثناءات اللي هي موجودة بأي عقد تأمين صحي.
عن باقي الامراض بشكل عام والعمليات الجراحيه اكيد النوعيه اكيد اكيد هلا شامله للعقد. تمام، اذا بدنا نحكي عن شروط التامين يعني عن شروط العقد التامين الصحي، هلا هو بيغطي الطفل داخل المشفى لحد المليون ليره عمليات جراحيه، بالاضافه لانه 100,000 ليره خارج المشفى، يعني بتتضمن تكاليف المعاينات الطبيه، الادويه، الصور الشعاعيه والمخابر. كل طفل بيحق له 8 زيارات للطبيب، 8 للصيدليه، 8 مخابر واشعه من ضمن تغطيات هذا العقد. فبالمجمل هو عقد يعتبر جيد جدا، رح يكون دعم ان شاء الله، يعني هي اللي بنطمح له انه فعلا يكون دعم وسند لهي العوائل يلي فعلا هي بامس الحاجه لهذا الدعم ولهذا التكافل ولهي الرعايه ان شاء الله الصحية. عن طريق مين انتم يعني عرفتوا الاطفال يلي بدكم تقدموا لهي هذا الموضوع؟ هي البدايه كانت مع جمعيه الرعايه الاجتماعيه، هي تماما هي من عندها البيانات والداتا يلي رح ناخذها للتأمين على الأطفال، وطبعاً الأولوية للأشد فقراً. العدد كتير كبير، نحن عم نحكي عن 30,000 طفل يتيم ضمن محافظة دمشق وريفة فقط يعني. فالأولوية أكيد رح تكون حسب التبرعات، حسب مصادر التمويل للأطفال الأشد فقراً. هلا وهون يعني بحب ركز على فكرة إنه أهمية المبادرة هي هون إنك أنت تقدر توصل للشخص الصح بالوقت الصح. وما في أهم وأمس من حاجة الطفل اليتيم لحظة المرض، أنت عبر هاي البطاقة لمدة سنة كاملة 12 شهر قدران تتواجد معه وتوقف جنبه بلحظة مرض، وعبر 12,000 ليرة أنت حتدفعون ثمن بطاقة التأمين الصحي. صح، يعني خلينا نحكي نسرين، يعني هاي السنة قدرتوا تأمنوا إكس من عدد الأطفال، هاي البطاقة بعد 12 شهر تقدروا تجددوها إذا كان في حالات مستثنية، إذا كان في وضع صعب على الأطفال وعلى أهل الأطفال؟ هلأ مثل أي مشروع في خطوة أولى، هلأ بدينا بخطوة أولى، صدرنا أول دفعة على بس 12 شهر هي طبعاً 12 شهر، وهي مبادرة بالنهاية قائمة على التبرعات، فبالتالي حسب مصادر التمويل. هلأ نحن أكيد مراهنين على أنه التزام هدول الأشخاص يلي ساعدونا ووقفوا معنا ببداية المبادرة، واللي إن شاء الله حيزيد عددهم، أنه فعلاً يحسوا بالالتزام والاستمرارية بتقديم هاي التبرعات حتى بالعام القادم، انه مو بس سنة واحدة، لا، انه يكون في استمرارية والتزام بهذا الشيء بالسنوات اللاحقة. عم نشتغل على هذا الاساس وان شاء الله يا رب. كيف بيتم انضمام الاشخاص المتبرعين لهي المشروع؟ هلا اي شخص هو بيقدر يكون شريك ومساهم معنا بهي المبادرة، سواء كان داخل سوريا او خارجها، عن طريق حساب مصرفي خاص بالمبادرة. الحساب هو ضمن بنك سوريا الدولي الاسلامي، نقول رقمه 20420201، هذا هو الحساب الخاص بهي التبرعات يلي مباشرة الأموال عم تتحول لبطاقات تأمين صحي لتغطي الأطفال الأيتام. يعني أي حدا بيقدر أنه يتبرع يتوجه للبنك ويروح يحط مبلغ مزبوط مالي، بيعرف أنه هو من خلاله عم يقدر يدعم طفل بصحته. يعني هلا والتبرع مو شرط ابدا يكون 12,000 كامله، بالنهايه كل شخص حسب طاقته وحسب قدرته، يعني ممكن 1,000 ليره من هون 1,000 من هون هي حتلم وحتعمل فرق وحتعمل اثر لاحد الاطفال الايتام. ان شاء الله يا رب. ان شاء الله يا رب. ان شاء الله، اكيد ما في احلى من الخير، وما في احلى من انه يرتاح غيرنا. يمكن أكيد تريحي شخص، هذا الشيء بيعود عليكي هي السعاده الحقيقيه. هي السعاده الحقيقيه. خلينا نحكي عن رده الفعل لكم انتم كأشخاص متطوعين، عم تشتغلوا هلا لما تشوفوا طفل تعبان عم ينشفى اليوم، قديش هيك تسترد لكم هي السعادة والروح؟ صراحة نحن عم نشتغل بمبدأ انه هذا واجبنا، هذا واجبنا انه نحن نساهم بحسب قدرتنا. فرحتنا اكيد لا توصف وقت اللي باول خطوه اختيناها، وقت اللي شفنا الاطفال، وقت اللي شفنا حتى الراحه بعيون اهاليهم، وقت اللي عم يستلموا البطاقات. اكيد هو كان شعور كثير ايجابي، هو شعور كثير حلو. دائما بنركز نقول نحن عم نعمل بس واجبنا فقط لا غير. تمام، اليوم كم تقريبا عدد البطاقات اللي سلمتوها؟ سلمتوا عدد منيح؟ هلا اول دفعه كانت 300 بطاقه تامين، وهلا طبعا عم يتم الشغل على اصدار دفعات متلاحقه. يعني نحن شوي عنا انه المرتبطه مثل ما قلنا بمصادر التمويل اكيد، فهي رح تكون بالتدريج والاولويه للاشد فقرا، دائما هي اولويتنا بهي المبادرة. بيقدروا اشخاص هن يتواصلوا معكم اذا ما كانوا مسجلين ضمن الرعاية الاجتماعية، انه هن يتواصلوا معكم لحتى ياخذوا هاي البطاقة اذا عندهم حالة معينة؟
هلا حاليا هي المبادره موجهه للاطفال المسجلين، هلا مو شرط اللي ضمن الجمعيه بس يلي بياناتهم موجوده ضمن الجمعيه، واللي هن 30,000 طفل يتيم، يعني هو اصلا العدد الموجود هو عدد كبير. اكيد طموحنا كبير واكيد عندنا يعني امل وعم نحاول نبذل جهد لانه فعلا هي المبادره تتوسع وتشمل كافه المحافظات السوريه، بس كل شيء اكيد في خطوه اولى ونحن هلا بنقول بدينا بس بالخطوه الاولى، ان شاء الله وان شاء الله يا رب خطوه مباركه تكون ان شاء الله. بالختام يعني بدنا نتشكرك وبدنا نتشكر هالمشروع اللي كثير حلو، وان شاء الله بنستضيفك بحلقات جايه تقولي لنا صار العدد المساعدات بالملايين ان شاء الله. ان شاء الله للي بيحتاجوا وللي ما بيحتاجوا ان شاء الله. يعطي الصحه لكل الاطفال ولكل الناس. شكرا كثير لك. شكرا كثير لكم. شكرا كثير لك نسرين، ونتمنى هذا العطاء يصير موجود عند كل الاشخاص اللي قادر يعطي ما يوقف ولا لحظه، يتبرع لكل انسان ولكل طفل قادر انه هو يساهم بانه يكون بصحه جيده. شكرا كثير لك. شكرا لكم. شكرا نسرين. شكرا.